سيدنا محمد وصل وآله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا بتشرف أن أنا أكون في وسط اسكندرية النهاردة ومع حضراتكم. أنا في بيني الله يخليك في بيني وبين أهل اسكندرية الحقيقة محبة كبيرة، وأنا بسعد جدا لما أجي اسكندرية وأكون مع حضراتكم. تسلم. الحقيقة لما قالوا في الأول أن رجال اسكندرية جدعان ونسيوا الستات، وبعدين جه بعد كده قالوا ستات اسكندرية كمان جدعان، الحقيقة أنا مش موافق إن خالص إن ستات اسكندرية جدعان على الإطلاق. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن هما جدعان قوي مش جدعان بس. ولا عشان برضو وحقيقة ربنا يعني أنا شايف إن كل أهل اسكندرية جدعان قوي بس مش جدعان بس. فيعني أنا أولاً عايز أشكر أخويا وزميلي وحبيبي باشمهندس فرج عامر على دعوته لنا النهارده وعلى وجودنا معاك. اشكرك شكرا جزيلا نيابه عن قائمه وحب مصر. والحقيقه الترتيب وكل شيء الحقيقه مبهر. خلينا نرجع بقى لموضوعنا الانتخابات. احنا زي اول امبارح من 42 سنه كان في معارك عسكريه وانتصرنا فيها بعون الله، وانا كنت اتشرف ان انا كنت من ضمن الضباط اللي شاركوا في هذه الحرب وايضا حرب الاستنزاف من قبلها. ودي ايام بشرى وايام انتصارات وايام فرحه، ولذلك انا مستبشر خير ان احنا النهارده برضو في هذه الايام ايام الفرحه والبشرى ان احنا نبقى هنا في اسكندريه معاكم، علشان ان شاء الله كانت هناك معركه عسكريه دي المعركه الانتخابيه، وعن طريقكم وبايديكم مع بعضنا ان شاء الله هننتصر فيها ايضا كما انتصرنا من 42 سنه في المعركه العسكريه. هذه معركه حقيقيه، لان من يقف امام مصر ومصالح مصر كثيرون، ومن يقف ويريد هدم مصر كثيرون، وعلينا ان احنا نقف بالمرصاد، وعلينا ان احنا نفشلهم في خططهم، وعلينا ان احنا نثبت للمصريين ان هناك مصريين شرفاء قادرين على العمل وعلى الانتصار على كل التحديات الموجودة أمامنا. مفيش الحقيقة حد من اللي قاعد على المنصة كلها، وأنا أتشرف أن أنا أكون بينهم، عايز وجاهة برلمانية ولا داخل عشان مصالح ولا ناقص شهرة. كل الناس دي مشهورين ومعروفين ومش محتاجين أي حاجة من الكلام ده، لكن داخلين علشان حاجة واحدة بس حقيقة، وأنا أشهد بهذا، أن هم داخلين علشان يشتغلوا لمصر ويشتغلوا بذمة ويشتغلوا فعلا بشرف لتحقيق ما تطلبونها أنتم خلال المرحلة القادمة. المرحلة القادمة مليانة تحديات، تحديات كبيرة جدا. هذه التحديات نحن إن شاء الله بإذن الله قادرين على تحمل المسؤولية وعلى مواجهة هذه التحديات. لازم تعرفوا إن إحنا لما جينا نختار الزملاء الكرام 120 واحد في القائمة، كنا حاطين أمامنا مواصفات معينة، نظافة اليد والخبرة والحب الوطن والوطنية والإيمان بالله والإيمان، كل ده احنا حاطينه. الحقيقة كل المجموعة بتاعت في قائمة في حب مصر بأمانة شديدة ستشرفكم بإذن الله في البرلمان، وستعمل من صالحكم في صالحكم وفي صالح هذا الوطن. عايز أقول الحقيقة كمان عدة حاجات. الحاجة الأولى أن رئيسنا الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة يعمل لصالح البسطاء والفقراء والمعدومين والمحتاجين. احنا حاطين في نصب اعيننا ايضا عندما ندخل البرلمان اذا شاء الله باذن الله هنضع برضو البسطاء والمحتاجين في المقام الاول عندنا، لان احنا عارفين او كلنا عارفين كويس قوي ان الخدمات لا تقدم لهم بشكل جيد، العلاج لا يقدم لهم بشكل جيد، التعليم محتاج تعديل، كل ده لصالح البسطاء والفقراء والمحتاجين. وبالتالي احنا حاطين هذا الكلام نصب اعيننا وحاطينه في اولويات عاليه جدا، علشان باذن واحد احد ربنا يحقق على ايديكم وعلى ايدينا نقدر نقول الصالح البسطاء والفقراء والمحتاجين الذين بالفعل يحتاجون نظره اخرى، نظره جديده خلاف النظره القديمه التي كانت الى حد ما بتهملهم او تجنبهم، وده شيء مش صحيح. الموضوعات الاخرى الحقيقه اللي احنا شايفينها ان احنا قدامنا ايضا تحديات اقتصاديه كبيره، امامنا تحديات تشريعيه كبيره، كل ده محتاج شغل وعمل مستمر. نحن لدينا خطط باذن الله ننفذها باذن الله داخل البرلمان لاصلاح كل ما ذكرناه. قبل ما اختم الحقيقه، احنا عندنا ان شاء الله يمكن مؤتمر الخميس القادم ايضا في اسكندريه،
هنحاول نكون موجودين فيه إذا شاء الله. وبإذن الله يعني على أيديكم نصل في النهاية إلى ما نرجوه وهو التصويت لقائمة الحب مصر اللي إن شاء الله إن شاء الله نيجي إن شاء الله لا إن شاء الله حاضر هنرضي الكل بإذن الله. لكن قبل بس ما أنهي هنقول لحضراتكم بإذن الله وعلى أيديكم إن شاء الله مصر تصلح حالها ومصر تصل في النهاية إلى كلنا كل القاعدين دول وكل اللي ما جوش كمان عايزين مصر تبقى قوية ومصر تبقى تصل في النهاية إلى كل ما نرجوه بإذن الله على أيديكم وربنا يكرمنا إن شاء الله ونستطيع أن نقوم بهذه المهمة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.